سلام البنات، كي راكم؟ جيسبيغ راكم بيان. مرحبا بكم في قناتكم كوك ايلين دي زاد. وصفه في اليوم هي وصفه بنينه ومحبوبه اللي هي مملحات لي سوفلي. شفتوا معايا فيديو سابق تاني، هذيك ناجحه 100%، وتاني هذه الوصفه ناجحه مليون بالمئه. وتبعوا معايا درجه بدرجه. شعلنا في الوصفه هذه عندنا حبه على البيض كما كتشوفوا، عندنا هنايا كاس حليب تياد دافي، عندنا نص كاس تاع الزيت، عندنا مغرفه سكر كبيره، مغرفه كبيره خميره الخبز، وعندنا نص مغرف تاع الملح على حساب لوكو. وهنا عندي لافارين مغربله. نبداو بسم الله على بركه الله. حبه بيض، نديرو كاع المكونات كيف كيف، نزيدو كاس تاع الحليب، نزيدو نص كاس تاع الزيت. وصفة سهلة اقتصادية وتوجدوها بالخف البنات. نزيدو تاني السكر والخميرة والملح، نخلطو هاد المكونات مليح قد ما يذوب لنا هذيك الخميرة والسكر يتفاعلو ينتاجو. نبدو نزيدو في لافارين تاعنا، فوالا، ونخلطوها بيان. بعد ما تلمت لي العجينة كيما كتشوفو البنات، نعجنها حتى تولي ملساء فقط. ولا كانت عندكم بيطخا استعملوها، مي ما تسحقش البيطخا هذه، غادي غير نعجنها بيديا بالكف فقط. هنا بعد ما عجنتها شوفوا كيفاش راهي القوام تاعها، ما تكون تلاصق بزاف، ما تكون حاكمه روحها بزاف، وراهي ملساء. نديروها في البول تاعنا ونغطوها بابي فين ولا بالغطاء، ونخلوها ترتاح واحد 20 دقيقة كيما هكا ولا نص ساعة على حسب درجة الحرارة اللي عندكم. فوالا البنات، شوفوا الخليط تاعنا تضاعف لنا، شوفوا نديغازوها فوالا. ونديرو دي بول، ونديرو سيرفيات، ونديرو شيط على طاغين باش ما تلصقناش، ونغطوها ونخلوها ترتاح واحد 10 مينيت حتى ربع ساعة. بالنسبة لافارس البنات، عندنا هنايا حبة تاع بصلة تكون بحجم كبير، فوتها في الروبو كيما كتشوفو ولا سكرفشتها فوالا، من ما نكشفوهاش ولا من فوتوهاش في الروبو تاتولي طلق الماء تاعها بزاف، خلوها شويه حاكمه روحها كيما كتشوفوا البنات. وعندي كميه من لافيونداشي. بالنسبه لزيبيز عندي شويه تاع الملح، فلفل اسود، وقزبر بودر. وإلا بغيتو ديروا الثوم ديروه، ما تبوشو الكوت تاعها حتى داوه البنات. شوفوا معايا بعد ما خمرت لنا العجينه تاعنا، انا درتها بحجم كبير، وانتوما بغيتو تنقصوا منها نقصوا من الحجم تاعها. درتها بحجم كيما باغيزومبل المحلات. وهنا لافاس تاعي وجدت لي، درت فيها شويه تاع الصوص كيما كتشوفوا، وغادي نخليها تحكم روحها شويه. كي تحكم روحها غادي تزيد تجمد لنا شويه. فوالا، درنا في لو بلون دو طرافاي تاعنا شويه تاع لافارين، ونفتحوا العجينه تاعنا، نعاودو ندوروها بهذا الشكل، نديروها على شكل بيضاوي. سمحوا لي هاد الاصوات باسكو ولدي راه يلعب هنا في الكوزينه. وهنا نديرو شويه تاع فخوماج، فخوماج رابي ولا مثلثات كيما كتشوفوا، ونطوو الحبه تاعنا بهذا الشكل. ونحكموا الفرشات ونديروا بهذه الطريقه. هذه المره
ماشي كيما الفيديو اللي سابق، غيرنا الشكل. بهذه الطريقه كيما كتشوفوا البنات، انا هنا درت حبه بيض ضربتها بيان، بغيتو تزيدوا لها مزيج من شويه على القهوه، القهوه تكون كحله، انا ما درت لها والو. ديروا شويه تاع السانوج ولا القميحات كيما تبغوا، الديكور يبقى ذوق تاعكم. فوالا، وانا سخنت الفرن هنا تاعي على درجه حراره لو ماكسيموم، انا عندي هنايا 220، وانتوما شوفوا على حساب لو فور تاعكم. سخنتها بيان وندخلها طيب لنا. كيما كتشوفوا البنات طيبنا لي سوفلي تاعنا، جاو ما شاء الله، شوفوا جاو بونش، مازالوا ساخنين، شوفوا جاو بونش القوام تاعهم يجوا ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه حبيباتي، واذا عجبتكم ما عليكم تشتركوا في القناه وديروا لي جيم وتبارطاجوا. الى فيديو قادم ان شاء الله، سلام.